دعائے سریانی، یہ مقدس دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی زبان میں درج فرمائی ہے. یہ اصل میں سریانی زبان میں تھی، اس لیے اب تک دعائے سریانی کے نام سے مشہور ہے. گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں یہ دعا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے سکھائی تھی، اور اس دعا کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید میں سورۃ الرحمن کا درجہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ سر سجدے میں رکھ کر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا تھا. اسی لیے بہت سارے بزرگان دین اس دعا کو پڑھتے چلے آئے ہیں. دعائے سریانی ہر جائز مقصد کے لیے ایک نہایت ہی مجرب عمل ہے. روزانہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ہر قسم کے مقصد کے لیے اگر اس کو پڑھا جائے اور پھر سر بسجود ہو کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم ہر دعا کو قبول فرمائے گا. جو شخص اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا، اور اگر کوئی 40 دن تک اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ کریم اس کا نصیب کھول دے گا اور مال و دولت اتنی زیادہ عطا فرمائے گا کہ اس پر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اور ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ دعا بے حد مفید ہے. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اگر اس پر کسی قسم کا کوئی قرضہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ختم ہو جائے گا. روزانہ صرف 3 مرتبہ اس کی تلاوت سن لیں، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی ملے گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ہر ویڈیو کو لائک فرما دیا کریں. بڑی مشکل کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے میں محنت کر کے ویڈیو بناتا ہوں. جزاک اللہ خیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا الموجود فاطلبنی تجدنی فإن تطلب سوائي لم تجدني. أنا المقصود لا تقصد سوائي، كثير الخلق فاطلبني تجدني. أنا الرب الذي يخشى عذابي، جميع الخلق فاطلبني تجدني. أنا الملك المهيمن جل قدري، عظيم الملك فاطلبني تجدني. أنا المعبود لا تعبد سوائي، أنا الجبار فاطلبني تجدني. أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاطلبني تجدني. تجدني واحدا صمدا عظيما، كثير البر فاطلبني تجدني. تجدني مستغاثا لي مغيثا، أنا القهار فاطلبني تجدني. وأرحم من عبادي من عصاني بجهل منه فاطلبني تجدني. تجدني في سواد الليل عمدي، قريبا منك فاطلبني تجدني.
تجدني راحما برا رؤوفا بكل الخلق فاطلبني تجدني تجدني واسعا بالخلق عبدي أنا المذكور فاطلبني تجدني تجدني في سجودك حين تدعو وحين تقوم فاطلبني تجدني إذا المهقاف ناداني كظيما أقل لبيك فاطلبني تجدني إذا المضطر قال لا تراني نظرت إليه فاطلبني تجدني أتعرف من يغيث الخلق غيري سريع الأخذ فاطلبني تجدني أتعرف منقذا غيري سريعا من الهلكات فاطلبني تجدني أتعرف من يقل للشيء غيري يكن فيكون فاطلبني تجدني أتعرف ساترا للعيب غيري أنا الستار فاطلبني تجدني فإن تاب أتوب عليه عندي أنا التواب فاطلبني تجدني ومن مثلي وأن يكون مثلي وليس يكون فاطلبني تجدني هلم إلي لا تقصد سوائي أنا المقصود فاطلبني تجدني أتذكر ليلة ناديت سرا ألم أسمعك فاطلبني تجدني فلا ينجيك يا عبدي سوائي من النيران فاطلبني تجدني وليس يملك الفردوس غيري أنا الرزاق فاطلبني تجدني أهل في الخلق من يعطي جزيلا سوائي ليس فاطلبني تجدني أتعرف غافرا للذنب غيري أنا الغفار فاطلبني تجدني سأغفر للعباد ولا أبالي عذاب الحشر فاطلبني تجدني وأكرم من أريد بلا حساب أنا الوهاب فاطلبني تجدني فعززني ولم تر قط مثلي ولست تراه فاطلبني تجدني وأكرم من يتوب إلي خوفا لي الإكرام فاطلبني تجدني لي الآلاء والنعماء عبدي لي الخيرات فاطلبني تجدني
لي الدنيا وما فيها جميعا لي الملكوت فاطلبني تجدني أتعرف من له اسم كاسمي أنا الرحمن فاطلبني تجدني أنا الله الذي لا شيء مثلي أنا الديان فاطلبني تجدني أنا الملك الملوك وكل ملك لي الميراث فاطلبني تجدني أنا أبني الدهور وقبل قبل وبعد البعد فاطلبني تجدني أنا الوهاب يا عبدي سريعا ولي العهد فاطلبني تجدني أنا الفرد المدبر فوق عرشي بلا التكسيف فاطلبني تجدني أنا الرب الذي لا ظلم عندي ولست أجور فاطلبني تجدني خلقت محمدا نورا قديما له البشرى فاطلبني تجدني ويشفع في الخلائق يوم حشر أشفع فيه فاطلبني تجدني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم